ترعرعت على إحساسها بحب ورعاية ووحدة مجتمعها، تبنت أصالته وجسدت عصريته وحضارته. إنها المرأة الإماراتية اللي تتحدى كل يوم، تمضي برحلتها قدماً نحو الأمام، أثبتت قيادتها وأصبحت مثالاً يحتذى به بإصرارها الذي شق الطريق أمامها بين التحديات. تعثرت ونهضت مراراً وتكراراً، العاطفة نبض قلبها واللطف يجري في عروقها. استلهمت طريقها من التراث لتلهم أجيال الغد، ورسمت المستقبل بصالة أجدادها. كل عام وانتم بخير بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.